السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم ومرحبا. النهارده معانا، عاوز تعرف ازاي تخلي الناس تحبك؟ لا جدع والله، انا برضو معاك في نفس الموضوع، بس ايه رأيك كده لو عرفنا شوية حاجات نخلي الناس تسمع كلامنا، نعرف ازاي ان احنا مش نأثر عليهم، يعني بمعنى اصح كده نقنعهم بأي حاجة احنا عاوزين يعملوها. موضوع مهم مش كده؟ ممكن كده ندخله في موضوع تقوية العلاقات الاجتماعية، او بمعنى اصح ازاي تحاول تقنع حد، وخصوصا في البيزنس بتاعك او في مكان العمل بتاعك. اول حاجة تقدر تعملها انك accept them. يعني ايه accept them؟ يعني تتقبلهم. خلونا نتفق على شيء، اهم حاجة عندنا كده ان احنا نحس ان الناس متقبلنا، متقبلة لحظات ضعفنا، متقبلة عيوبنا. لما بتحس كده ان في واحد متقبل عيوبك ولحظات ضعفك، انت بتحبه، انت بتقدره، انت بتقول له انت كنت فين من زمان. مش كده؟ انت اعمل نفس الفكرة، تقبل الغير، تقبل لحظات ضعفهم وتقبل عيوبهم، واعرف ان احنا كلنا فينا عيوب. دي كده دايما بتخلي اللي قدامك يحس ان هو مرتاح لك، عاوز يقرب منك اكتر واكتر، بيسمع كلامك. طيب ايه كمان ممكن نعمله؟ ابروف، يعني وافق. اي حد يقول لك كلام وافق عليه، اي حد يقول لك رايه في موضوع معين وافق. بس مش موافق هنا معناها انك دايما كده يعني الكلام مية مية، وحتى انت لو عندك وجهة نظر تانية مش هتعرف تعبر عنها. لا، هتعرف تعبر عنها وهتعرف تقول رايك، بس بطريقه ما تجرحش الطرف الاخر. السطوه بتاعتنا والسيطره ان احنا دايما عايزين ان احنا نأفور ونسيطر على الطرف الاخر، نقول له لا على فكره احنا مش موافقين على كلامك، دي بتضيع حاجات كتيره قوي قدام. فاحنا نعمل ايه؟ تحافظ على الكلمات اللي طالعه منك. ممكن جدا تقول له على فكره كلامك ده رائع، كلامك ده مهم جدا، انا عمري ما فكرت ابدا في الموضوع من وجهه النظر دي. ممكن ساعتها تجيب من طرف ثالث، تقول مثلا طب دلوقتي كمثال لو الاستاذ او في حد جه سالك لو هنعمل كذا كذا كذا، انت هترد عليه تقول له ايه؟ فانت كده بينت وجهه نظرك وعرفته ان انت مش موافق ضمنيا على وجهه النظر دي، بس هو ما تجرحش، هو ما خدش الموضوع بطريقه دفاعيه انه هيدافع عن نفسه، انت ما مثلتش ليه تهديد. طبعا ده كله بيصب في مصلحتك انت، وبتقوي علاقتك بيه اكتر واكتر، وبيثق فيك، وبيجي لك بعد كده ويقول لك صح انت كنت صح، او انا فعلا اقتنعت كمان بوجهة نظرك. ايه كمان ممكن نعمله؟ شوية تعليقات حلوة، تعليقات ظريفة. امدح الناس، احنا بنحب اللي يمدحنا، احنا اللي بيحب كده يقول لنا كلام حلو، بنحس كده بسعادة داخلية، بنحس ان احنا بنقرب للشخص ده، مش كده؟ انت برضو نفس الفكرة، مش بقولك انك نافق، بقولك تعليقات جميلة، تعليقات بسيطة بتفرق مع الشخص اللي قدامك. مرة روحت البنك وكان زحمة جدا، وكان طبعا كل الموظفين فيه تحت ضغط عصبي فظيع. لقيت فيه واحدة موظفة قاعدة مكشرة جدا، بس لقيتها لابسة بدلة حلوة جدا. طبعا احنا البنات بناخد بالنا من الحاجات دي. رحت قلت لها وهي بتشتغل معايا او بتشوف الشغل بتاعي، قلت لها على فكرة البدلة دي حلوة جدا عليك، انت جايباها منين؟ كلمة بسيطة قوي بابتسامة مني، لقيتها انبسطت جدا، ضحكت جدا، طلعت ورقة وكتبت لي كمان اسم المحل اللي هشتري منه البدلة. رقبتها بعد ما مشيت لقيتها لسه مبسوطة، لسه في ابتسامة جميلة على وشها بدل التكشيرة وبدل الضغط اللي كانت فيه. أيوة الكلام البسيط بيفرق. شفتي واحدة حلوة قولها الله لبسك حلو، عينيكي حلوة، ابتسامتك جميلة. شفت واحد كويس قوله على فكرة أنا مقتنع جدا ومبسوط جدا من شخصيتك، أنت تحفة، أنت مفيش زيك. مهم جدا إن إحنا نجامل بعض، مش نجامل لدرجة النفاق زي ما قلت، بس نجامل تعليقات ظريفة بتفرق مع الشخص اللي قدامك. أنا بقولك الكلام ده كله ليه؟ بقولك إن مهم جدا إنك تقوي علاقتك الاجتماعية. مش لازم تخلي الناس تحبك، بس تخلي الناس تقتنع بيك، تخلي الناس متقبلك، تخلي الناس بتحترمك، تخلي الناس بتقدرك، تخلي الناس دايما كده بتقتنع بكلامك وبتاخد بيه، بتخلي الناس دايما ماشيه وراك في اي حاجه انت بتقول لهم اعملوها، وطبعا بيكون للصح يعني. اوكي، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تابعونا اكتر واكتر عشان هنعرف كتير عن مهارات تانية كتير. انا رانيا ليلى، مدربه مهارات حياتيه ومهارات عمليه متحدثه تحفيزيه. اشوفكم على خير.